أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، فيها مزيج من الأخبار والمقالات وأرائكم أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الصحة العملية. والبداية من أبرز عناوين الصحف المحلية. الصحوانات، الوزير البكري يؤكد على أهمية الاستثمار في دعم الرياضة والنهوض بها. ميليشيات الحوثي تواصل نهب أراضي الأوقاف بمحافظة إب. سلطة المحويت تدين أوامر الإعدام الحوثية وتدعو لحماية المواطنين من إرهاب الميليشيات. مقتل امرأة وثلاثة من أطفالها إثر انفجار اسطوانة غاز في الحديدة. المصدر أونلاين، تعهد بانتظام رواتب الموظفين. رئيس مجلس القيادة، 2023 سيكون عاما لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني. لا احتفالات ولا أفراح إلا بإذن مسبق. ميليشيا الحوثي تفتتح 2023 بمصادرة وتأميم الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية. أحزاب شبوة تطالب اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الجامع بتمثيل عادل لكافة أبناء المحافظة. العاصمة أونلاين، نزع أكثر من 4000 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال شهر. سهيل نت، أمهات المختطفين، ميليشيا الحوثي حولت ملف التبادل إلى قضية سياسية للابتزاز. الحرف 28، اتفاق على إطلاق مرتبات الإعلاميين النازحين. في اليمن مونيتور، الجيش اليمني بصدد تكثيف تدريباته العسكرية استعدادا لاستكمال تحرير تعز من الحوثيين. كانت هذه جولة في الصحافة المحلية، ننتقل إلى جولة أخرى في الصحافة العربية. في صحيفة الشرق الأوسط، ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف. حول منظومته العدلية إلى أداة لجني الأموال وحيازة العقارات. 3/4 النازحين في اليمن عاجزون عن دفع إيجارات المساكن. اتهامات يمنية للميليشيات بإضعاف خدمة الإنترنت في مناطق سيطرتها تخوفاً من انتفاضة شعبية دعا إليها ناشطون لمواجهة فساد الجماعة. في الاتحاد، اليمن، الحوثي يسعى لفرض أفكاره المتطرفة بقوة السلاح. الميليشيات تقصف مخيما للنازحين غرب تعز. في صحيفة الإمارات اليوم، اليمن، ميليشيات الحوثي تهدد بالعودة للقتال في 2023. وفي مكة، تنديد عالمي بإعدام الحوثي للمختطفين. أما في صحيفة عكاظ، مسلحون حوثيون يقتلون والدهم بعد تعذيبه. وأخيرا في العربي الجديد، الصين تزحف نحو المناطق الحرة في اليمن عبر طريق الحرير. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع سهيل نت للكاتب الدكتور محمد جميح تحت عنوان يافطات لغسيل القذر. الكاتب في مقاله استعرض العناوين التي يستخدمها الحوثي في التسويق لمشروعه، مؤكدا أن تلك العناوين ليس لها علاقة بميليشياته وتصرفاتهم، ولكنها لا تقدو عن كونها مجرد شعارات تعبر عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الحوثية في اليمن. تاجروا بالمخدرات وسرقوا أموال المعونات ونشروا الفتن الطائفية وكانوا أداة تخريب إقليمية ضد الأوطان، ثم سموا أنفسهم حزب الله وأنصار الله. وعندما يتم الاعتراض على هذه التسميات يستشهدون بالآيتين فإن حزب الله هم الغالبون ويا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الاعتراض ليس على الآيتين ولكن على إسقاط دلالتهما على ميليشيات مجرمة. الاعتراض على توظيفهما في غسل أموال المخدرات وجرائم القتل والنهب. الآية التي ورد فيها ذكر أنصار الله مثلا كانت تشير إلى نموذج حواريي عيسى بن مريم الذين قالوا نحن أنصار الله، ولم تنزل في قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي. بالله عليكم،
ما هو وجه الشبه بين الحواريين وسارق الساعات أبو علي الحاكم مثلاً؟ ومتى أصبح المشرف اللص أحد حواريي المسيح عليه السلام؟ عاد معاكم عقول. يرفض الحوثي الحوار ويستمر في تهريب السلاح الإيراني ويطالب الجياع بالنفير للجبهات هروبا من الضغط الشعبي في مناطق سيطرته. وعندما نقول إن على الحكومة أن تشتري السلاح لردعه، تدعي ميليشياته أننا دعاة صراع وكأنها إحدى حركات مناهضة الحرب. الحقيقة التي لا غبار عليها أن السلام مع الحوثي يمر عبر السلاح. مغسلة الإعدام أداة حوثية لتصفية المختطفين، عنوان مقال للكاتب علي العقبي نشره موقع الإصلاح نت. استعرض الكاتب فيه كيفية استغلال ميليشيا الحوثي للقضاء على مناطق سيطرتها لتصفية المعارضين، مؤكدا أن أحكام الإعدام إرهاب متطور من عصابة إجرامية تهدف إلى إسكات السخط الشعبي المتزايد. أصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً حكماً بإعدام 6 مدرسين من أبناء محافظة المحويت، بينهم 3 ما يزارون في سجونها منذ أكثر من 7 سنوات بتهم كيدية. لا شك أن هذه أحكام غير دستورية وهزلية وإرهاب متطور من عصابة إجرامية تهدف إلى إسكات السخط الشعبي المتزايد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. تستغل ميليشيا الحوثي القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية المعارضين، وأبناء المحويت ليسوا الأوائل ولن يكونوا آخر الضحايا. كانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد شنت بالفعل عمليات التصفية الجماعية للمختطفين، ومنها إعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة عام 2021 بتهمة مساعدة التحالف، وهي التهمة نفسها التي تطلقها لإرهاب السكان في مناطق سيطرتها وتصفية من يرفض الخضوع لها أو من لا يروق لها. قبل أن تصل آلة الإعدام الحوثية إلى المحويت، كانت الجماعة قد أصدرت أوامر إعدام بحق 16 من أبناء صعدة، وهو ما يؤكد حالة الرفض للجماعة حتى في المحافظة التي انطلق مشروعها التدميري منها. ويؤكد أيضاً النهج الحوثي في الانتقام من المعارضين وتصفيتهم جماعياً. إن مغسلة الإعدام هي آخر طريقة تلجأ لها الميليشيات الحوثية، وهي وسيلة نظام الملالي في طهران التي يستخدمها اليوم لمواجهة الشباب المحتجين في شوارع طهران. يواجه اليمنيون اليوم كل هذه الوحشية الحوثية في ظل صمت دولي مريب ومخيف، ولم نشاهد أي دور للمنظمات الدولية والحقوقية في مواجهة هذه الجرائم الشنيعة، ومنها تصفية من يختلفون معها في المعتقد أو السياسة أو ينتقدون نهجها العنصري. يجب على الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي العمل على وقف مغسلة الإعدام الحوثية وحماية المختطفين والمدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين يواجهون أسوأ عصابة إرهابية في العالم. ونكرر للمرة الألف أن الإرهاب الحوثي المدعوم من نظام الملالي في طهران لن يطال الشعب اليمني وحده، بل إن ترك للجماعة الحوثية الإرهابية أن تعبث باليمن دون حل عسكري يقضي عليها، ستكتوي دول المنطقة والعالم بهذه النار التي تجاوزت الرماد. ننتقل الآن إلى الصحافة الجديدة، والبداية مما جاء في الفيسبوك. منشور الدكتور عمر ردمان على صفحته بالفيسبوك أكد أن مساعي التحاور مع النظام الإيراني نوع من الوهم والخديعة يقع في فخها العرب، مضيفا أن النظام الإيراني قائم على خصومته للعرب بفكرة الشعوبية التي تحتقر الجنس العربي وترى في العرب مهددا تاريخيا للإمبراطورية الفارسية. تنطلق إيران في خصومتها للعرب من فكرة الشعوبية التي تحتقر الجنس العربي وترى في العرب مهددا تاريخيا للإمبراطورية الفارسية. فمنذ القدم ربطت فارس انطفاء نارها بقيام حضارة الإسلام التي تعتقد أنها قامت على ركيزة العرب منذ البعثة المحمدية، وترى إيران اليوم أن السنة هي الامتداد الموضوعي والعقدي لتوسع الإسلام الذي قضى على طموحاتها في الهيمنة على المنطقة. تعمل إيران الخميني منذ تأسيس نظامها الشيعي الصفوي على مشروع تصدير الثورة إلى دول المنطقة، وتعني بذلك تصدير فكرها الشيعي بمختلف أشكاله، 12 جعفري جارودي الخادم لمشروعها السياسي عبر أدواتها المسلحة وأدرعها الميليشاوية،
وتضع نصب عينيها الدول الخليجية والعربية كمنطقة استهداف رئيسة باعتبارها في الذهنية الإيرانية منطقة التنازع المرجح بين الهيمنة الشرقية والغربية. لذلك فإن شعارات ومساعي التحاور والتقارب نوع من الوهم والخديعة يقع في فخها العرب، وبداية اليقظة والفهم لدى العرب تكمن في بناء أي مساعي للتقارب على هدف إنهاء احتلالها للدول ورفع وجودها المباشر وغير المباشر عبر ميليشياتها المسلحة. ما لم فستظل إيران خصما وجوديا يهدد العقيدة والانتماء والهوية والأمن العربي والقومي. يتواصل مسلسل الاعتداءات الحوثية على المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء تحت شعار مخالفة التعاليم الحوثية. منشور محمد الكميم على صفحته بالفيسبوك سرد ما تعرضت له مدرسة رواد اليمن الأهلية من اقتحام مسلحين حوثيين على فرع الطالبات لنزع الجواكت التي تقيهن برد الشتاء. مدرسة رواد اليمن الأهلية في أمانة العاصمة صنعاء من المدارس النموذجية المتميزة ومن أفضلها في اليمن، ولكنها لم ترق للميليشيات الحوثية الإرهابية منذ إنشائها رغم ما تقدمه من خدمات كاملة لهم ولمشروعهم البغيض، ومسلسل استهدافها وابتزازها مستمر لها ولإدارتها، وتشن عليها حرب شعواء وبكل الطرق لغرض إيقاف مسيرتها أو السيطرة عليها بتغيير إدارتها بإدارة سلالية معينة من قبلهم. تم اليوم اقتحام فرع البنات من قبل 5 مسلحين أرعبوا البنات وهددوهن بشكل وقح داخل الفصول وأجبروهن على خلع الجواكت التي تقيهن من برد الشتاء باعتبارها خطيئة دينية. هؤلاء الغجر واللصوص القادمون من الكهوف يدعون دفاعهم عن العزة والكرامة وأنهم أصحاب مسيرة قرآنية، وكل ما يقومون به مناف للقيم والأخلاق والعقيدة والأعراف، وهم بلا عزة ولا كرامة ولا نخوة ولا شرف. بل وهددوا الطالبات بإغلاق المدرسة خلال شهر من اليوم، وقد دبت حالة من الرعب في أوساط الطالبات وأصبنا بحالة من الخوف والبكاء وأحدهم يضرب ببندقه فوق الطالبة. أين التربويون المتفرجون ومدراء المدارس الحكومية والأهلية؟ وأين أولياء أمور الطالبات والطلبة لوقف مهازل هذه العصابة القذرة ووضع حد لتصرفاتها؟ لقد تمادت هذه الميليشيات في كل شيء يؤذي اليمنيين، ولم تعد تراعي حرمة ولا وازعا من أخلاق وقيم ولا ذرة من ضمير. تفنن الحوثي في جمع الجبايات حتى وصلت إلى الأفراح والمناسبات. منشور حمزة المقالح على صفحته بالفيسبوك سلط الضوء على جبايات الحوثي التي يفرضها على المواطنين في مناطق سيطرته. الأفراح والاحتفالات في عهد سلطة عيال العترة يحتاج إلى تصريح. كنت أقول قبل سنوات مازحا إن الحوثي سيفرض رسوما على أي أحد يبتسم، واليوم وصلناها. ما بش فعالية تقام إلا بتصريح، والتصريح لا يمنح إلا بالتفاهم خلف الكراسي وحق ابن هادي. طبعا كان أجداد الحوثي يفرضون على الرعية أن يدوا محصول التلم العاشر من كل جربة للسيد ذي صلب الناس، فوجدوا أن في ناس ما كانت تصلي، كيف يفوت عليهم وهم عباقرة الجبايات عبر التاريخ؟ قاموا فرضوا على كل من لا يصلي أن يسلم محصول التلم العاشر للإمام مقابل إيش؟ طيب قالوا غرامته أنه يفلت المسجد ولا يصلي، يعني صلي حتدفع، ما تصليش برضه حتدفع. ننتقل إلى ما جاء في تويتر. هادي هيج رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى في تغريدة له اعتبر أحكام الإعدامات التي يصدرها الحوثي في حق المختطفين محاولة لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين. أحكام الإعدام الحوثية الصادرة مؤخرا بحق مختطفين من أبناء صعدة والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف. يستخدم الحوثي ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر. الدكتور علي الذهب في تغريدة له على تويتر دعا إلى التوعية بمخاطر عصابة الكهنوت والانفصال على مستقبل اليمن.
معركتنا الرابحة لمواجهة عصابتي الكهنوت والانفصال يجب أن تنطلق من الإحساس بأهمية الوعي في مواجهة هاتين العصابتين وتصعيد القوى الشابة الواعية المحصنة بالوطنية والمستوعبة للمشروع النضالي الواضح. واستيعاب هذا المشروع معناه أن تفهم ماذا تريد وكيف تصل إليه. رسالتي للشباب. تغريدة عبد الحميد سعيد الشرعبي على تويتر أكدت أن أوامر الإعدام التي أصدرها الحوثي بحق المختطفين تتشابه مع السياسة الإيرانية في التعامل مع المعارضين. يتعرض اليمنيون لأبشع إبادة جماعية وفردية بأساليب متعددة من قبل ميليشيا حوثية إرهابية تابعة لإيران، وتتبع نفس النهج الخميني عقب سيطرته على الحكم في إيران عام 79. وأخيرا أصدرت أمرا بإعدام 6 من أبناء المحويت، 3 منهم مختطفون منذ 8 سنوات، وصمة بجبين الإنسانية. فارس عبد العزيز صلاح في تغريدة له على تويتر أوضح كيف أن الحوثي مجرد أداة في يد النظام الإيراني. عندما تتحول ميليشيا الحوثي إلى مجرد أداة ورهينة بيد الفارسي الإيراني، فلا ينتظر الشعب اليمني أي سلام أو استقرار. وما لقاء وزير الخارجية إيران بوفد الحوثي في مسقط قبل أيام إلا مؤشر واضح على عدم رغبة إيران في ذهاب الحوثي نحو السلام. علاقة الحوثي بنظام الملالي الإيراني في تغريدة لسار العريقي على تويتر. العلاقة بين إيران وميليشيا الحوثي تجاوزت الدعم بالأسلحة والمال إلى التوجيه والإدارة المباشرة، وباتت إيران هي من يتولى صناعة وإرسال وتوجيه الصواريخ والمسيرات، وخصوصا بعد ديسمبر 2017 عندما تسنى للحوثي ذراع إيران التفرد بمناطق سيطرته. تغريدة المحامية هدى صراري على تويتر نددت بحملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الناشطين والمحامين في العاصمة صنعاء. اعتقالات مكثفة تشنها ميليشيات الحوثي في صنعاء بحق الناشطين وعدد من المحامين على خلفية آرائهم وانتقادهم للوضع المعيشي والانتهاكات التي تقوم بها، وممارسات أدت إلى زيادة حدة التدهور على كافة المستويات، الأمر الذي لم تقبل به جماعة الحوثي فاقتحمت نقابة المعلمين واعتقلت عددا من الناشطين. أما تغريدة نور ناجية على تويتر كشفت عن إرهاصات الثورة الشعبية التي تتمخض للتخلص من ميليشيا الحوثي الإرهابية. يحاول الحوثي إبطاء عجلة ثورة قادمة لا محالة، يقوم بذلك إما عبر انتزاع كافة الأدوات التي يمكن أن يمتلكها شعب، أو بالترهيب من خلال الإعدامات التي ستقام ولو أبدى المجتمع الدولي رفضا وتنديدا. تعتمد الميليشيا على بطء حركة المجتمعات ضد الظلم. أمامنا مثلا نظام الخميني الذي ينسخه الحوثي. احتاجت إيران عقودا حتى بدأت بالثورة ضد الظلم الذي وقع عليها. المؤلم في الأمر أن حالة اليمن السياسية امتلكت فرصة أكثر حظا في تسريع خطى الثورة المرجوة بوجود شرعية ذات اعتراف وتأييد خارجي، إلا أن هذه الشرعية تخلت عن واجباتها وما زالت متراخية عن إمساك خيوط فرص سريعة لخلاص اليمن. ستقوم الثورة يوما ما وسينتصر الشعب لنفسه، لكنه لن ينفض عنه الميليشيا وحسب، بل ستسبقها وجوه الشرعية المتخاذلة. فيما تبقى من الحلقة نذهب إلى جولة سريعة في رسوم الكاريكاتور. وإلى هنا مشاهدي الكرام نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. دمتم ودام الوطن بألف خير.